بهذا الفيديو رح نصمم برنامج مع بعض. هذا البرنامج هو Add to List، يعني إضافة مهمات. شكل البرنامج رح يكون بهذا الشكل. رح نتعلم كيف منضيف أيقونة هون بهذا الشكل، وكيف نضيف عليها روابط. رح نتعرف كمان كيف منضيف نص أو عنوان هون، وكيف منضيف هاي القائمة مع الأيقونات والنص اللي فيها. أول شيء رح نعمل قسم خاص للترحيب بالمستخدم. بعدين رح يكون في عنا زر بس الواحد يكبس عليه بيفتح لنا فورم أو مكان لحتى نضيف العنوان أو المهمة اللي بنسويها. على سبيل المثال رح يكتب اسم المهمة، وبعدين بيكبس على Add Task بلاقيها انضافت هون. وبنفس الطريقة بضيف شو ما بده نص، وبيطلع هدول النصوص على شكل ليستة. في حال تم إنجاز أي مهمة بيقدر المستخدم يكبس عليها كبسة وبصير صح خضرة حدها، وبنفس الطريقة لهي المهمة. إذا كبس عليها كبسة تانية كمان بيرجع اللون رمادي. في حال كان بده المستخدم يحذف أي مهمة بيكبس كبسة طويلة وبيسحب على اليسار، وبهاي الطريقة بتكون حذفت عنا المهمة. مثل ما انكم شايفين التطبيق كتير بسيط، بس من خلال هذا التطبيق رح تتعلموا كتير شغلات. بعد ما بتخلصوا من هذا الفيديو رح تقدروا تكملوا بالفلتر لحالكم، وتقدروا تفهموا أي فيديو أو أي مثال بتلاقوا باليوتيوب بطريقة كتير سهلة. إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا هلأ وتابعوا معي هذا الفيديو.